من صوت لبنان نقدم نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات ألان صغيب عيسى جيتا مارون والمخرج بيير جامو. أبرز العناوين: الحريري من قصر بعبدة يرفض تسييس الفساد. اليوم مجلس النواب حي مثلا بنرفع الموازنة، بنرفع قطع الحساب، والناس حتشوف واللي مرتكب مرتكب واللي مش مرتكب مش مرتكب، نقطع السطر. وزير المال يلتزم إنجاز الموازنة وتخفيض العجز عبر قرارات جذرية. جسر جل الديب يفتتح خلال أيام. مقتل 60 من داعش في هجوم على الباغوز السوري. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، احرصي دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايو هيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايو هيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة شهرين. للإستعلام 70 444 444. النازحون والفساد ملفان في الواجهة. غدا ينعقد في بروكسل مؤتمر للنازحين سيشارك فيه لبنان من دون